سؤال: كيف نوازن بين المشاعر والفكر، وكيف نتعامل في الحياة بهذه المشاعر؟ أول شيء، أنا أعرف إنه الأجهزة الفكرية عندنا هي أكبر، وإنه الآن يعني الحمد لله يعني بديتوا تقتنعوا إنه الجسد المشاعر جيد، فأنت تقولين أوكي، بما إنه يا دكتورة أنت قاعدة تقولين إنه الجسد المشاعر جيد، طيب خلينا نوازن. أنا ما أبغى توازن، أنا أريد أن الجسد المشاعري هو الذي يقود. هذا هو المفروض، هذا هو الترتيب الصحيح في التجربة الأرضية، أن الجسد المشاعري هو الذي يقود. هذا هو المفروض، ما نبغى توازن. انسي قصة التوازن، هذا هكذا يكون التوازن وفق التجربة الأرضية، أنه كذا المثلث اللي سبق أني حكيتكم عنه، المشاعر هي القمة وهي التي تقود الفكر والمادة، هي التي تقود التجربة الأرضية. تواصل مع الجن، هذا ممكن يجي بعد كفر. أوف أوف، مرة واحدة يعني جسدك الفكري يعني خلاص، يعني الحين شلون نقنعك إن الموضوع مو بهالطريقة؟ أنتي اقرأي كتب ابن تيمية وتكلم عن الموضوع، إنه عادي ممكن يصير فيه تواصل مع الجن وما يحتاج الموضوع لكفر. ما يحتاج ان تكونين بهالحده هذه، ما يحتاج اهدى من كذا. يعني كيف نخلي الجسد المشاعري هو القائد، وكيف نرجعه ليكون هو القائد؟ انه يكون متطور وكبير، جسد مشاعري كبير ومتطور، كل ما تطور هذا الجسد المشاعري، لكن صار بدائي. يعني زي ما قلت لك، مثلا المثال اللي قلت لكم قبل شوي، شخص 30 سنة يعيش في حالة خوف، ما وقف وقال أنا ليش أعيش حالة خوف؟ إلى متى أعيش حالة خوف؟ هذا جسد مشاعر بدائي، معناه هذه المشاعر على مستوى اللاوعي، ما طلعت للوعي، هاي المشاعر مش واعية، لا، في حالة سبات هذه المشاعر، كأنها تشتغل بدون ما حد يدري عنها، كده تشتغل يعني في الخلفية بدون ما حد يدري عنها. لكن الفرق لما انا لا احط الشيء بوعي، انا اعرف اوه انا خايف، اوه انا اشعر بالعار، اوه انا اشعر بهذا الشعور، انا اشعر بالارتباك، انا خايف، انا غاضب، انا متوتر، انا قلق، انا اشعر بالحب، انا اشعر بالحزن. فهذه درجات كيف احنا ممكن نطور هذا الجسد. فرق بين جسد مشاعري كأنه مخفي، مش معلوم، مش معروف، مش فرق ما بين جسد مشاعري متطور، اني يعني انا اعرف وش مشاعري، اعرف حجمها، اعرف عمقها، اعرف تداخلها، اعرف، وهذه هي الخريطة المشاعرية اللي موجودة عندنا في الكورس، اني يعني انا اساعدك انك انت تطور الجسد المشاعري، وانك تشوف خريطتك، تفهمها، تعرفها، بدل ما تكون شيء خفي عنك. تقولك هل اختار الزوج الذي يعطيني المشاعر أو الزوج الذي يعطيني الرفاهية؟ الحين إذا كان جسدك المادي هو المسيطر أو الجسد الفكري، راح يقول لك الزوج اللي يعطيك الرفاهية، راح يحسبها يعني كذا، 1+1=2. أما إذا كان جسدك المشاعري هو الذي يقود، راح يقول لك لا، اتبعي مشاعرك، الشعور الأفضل بالنسبة لك. أنا مشاعري تتأخر عن الحدث، ومرات يصير مرات أنك أنت، خلنا نقول مثلا صار حادث قدامك وما حسيت بأي شيء، بعدها بأسبوعين بدأت تبكي وتقول واو الحادث كان مؤثر وكان كذا. أو مرات يعني شخص يسوي فيك موقف بايخ وانت تقول لا خلاص نعدي الموقف ونمشي القصة وكذا، بعدين بعدها بسنة تعصب تقول كيف سوى فيني هذه الحركة القذرة، بعد مرور وقت كيف سوى فيني هذا الموقف. يصير مرات انه احنا خصوصا وخليك منتبه لهذه النقطة، لما
يكون لما نكون احنا اول مره نجرب هذا الشعور، او يكون شعور تحت التجربه، تحت التاسيس، او اللي احب انا اسميها تحت التفعيل. فلما يكون هذا الشعور تحت التفعيل يكون ما ينفهم على طول، ما ينفهم، خصوصا لما ما يكون له اسم ولا يكون له مكان في الجسد فيضيع. فمثلا هذا الشخص الان سوى فيني موقف مره بايخ، وانا قلت لا يا ابن حلال خلاص وعديت الموقف وكذا. بعدها خلال سنه جتني مواقف من اشخاص مختلفين كلهم ضغطوا على نفس الزر، فبعد مرور سنه كامله انا صار الشعور عندي نشأ، صار عندي واضح وقوي ويمكن التعبير عنه. فأرجع أقول هذاك الشخص اللي ضحك علي، هذاك الشخص اللي سوى فيني الحركة القذرة، وعصب وكذا. أوكي الآن هي وصلت، الآن هي وصلت. هذا احتمال. في احتمال أنه عندنا القصص اللي تكلمنا عنها أمس، اللي هي حياة اللا شيء والحياد والضباب والفراغ، كل هذه القصص برضو تكلمت عنها في الكورس، أنه لما إحنا ننتقل لهذه الحالة، حالة وما تقلبي، يكون أنه أنا كنت في هالحالة، وبعدين لما أنا سويت التفعيل ونشطت الجسد المشاعري انتبهت انه انا مريت بهالشعور، فرجعت اشعر فيهم، رجعت امر اشعر بالغضب اللي فاتني، واشعر بالخوف اللي فاتني، واشعر بالتوتر اللي فاتني، امر عليهم كذا استرجعهم، يعني لان وقتها كنت انا في موتة القلب هذه. انا جدا حساسة، ماذا عساي ان افعل؟ مو شيء سيء انك حساسة، مو شيء سيء، يعني لا تقاتلين نفسك وتجلدين نفسك وتقولين غلط، أنا ما أبغى أكون حساسة، ما يصيرني أكون حساسة. لا تقسين على نفسك في هذا الشيء، لأنك ما تبغين تفقدين هذا الحس، ما تبغين تفقدين هذا الحس، لكن تبغين توجهينه، لأنه بالمقارنة مع شخص يحس ومع شخص ما يحس، قولي الحمد لله. بالمقارنة مع شخص يحس اللي نسميه احنا حساس، وشخص ما يحس يعني كثير كثير متدمر في الجسد المشاعر. فمو سيء انه انت حساسة، مو سيء، لكن لانه لازم احنا نعرف انه الجسد المشاعري فيه سلبيات وفيه ايجابيات، فيه مشاعر ايجابية وفيه مشاعر سلبية، لكن ايضا فيه فكرة تقول أو معنى يقول إنها هي تشتغل ولا ما تشتغل. هو الجسد المشاعري يشتغل ولا ما يشتغل؟ فلما يكون الإنسان يمر بلحظة فقد شخص عزيز ولا يحزن لأنه هو مو حساس، على قولته أنا ما أقول إنه ما حزن لأنه مو حساس، أنا أقول ما حزن لأنه متدمر مشاعريا، لأن جسد المشاعر مدمر، بس لأنه جزئية الإحساس، توصيل المعلومة هذه أداة، إنه المعلومة توصل هذه معطلة، ما تشتغل، ما يحس، هذا نقول عنها مات قلبي، ما يحس. فلا تزعل على نفسك لما تكون حساس، لا تاخذ الموضوع بالموضوع انا حساس ولازم ارمي الموضوع كامل، لا انا حساس وهذا شيء جيد، لكن لابد اني انا اطور الجانب الايجابي عندي عشان ما تسيطر علي المشاعر السلبيه. احمد يقول احس الموضوع بايخ جدا، ايش رايك نسولف عن اشياء ثانيه؟ يعني بما انك انت يعني خبير في الجسد المشاعري وتعتبر الكلام نقوله مره يعني مره بايخ وتافه، يعني طيب على الأقل كان عبرت بطريقة يعني أكثر لطف من هذا التعبير. الوسواس القهري هو لما تكون في فكرة مسيطرة على الجسد الفكري، وبعدين الجسد الفكري هو اللي يقود، فبالتالي
تم تهميش الجسد المشاعري، تضخيم الجسد الفكري. الجسد الفكري هو اللي يقود، وفي فكرة مسيطرة بعدها على هذا الجسد الفكري. فأنا أنصح الأشخاص اللي يمرون بهذه الحالة أنهم هم يطورون أجسادهم المشاعرية، يطورون أجسادهم المشاعرية. هم عادي يعني It's okay أنه خطأ، It's okay أني أنا مش perfect، It's okay، It's okay. هذا جمال الإنسانية وجمال الحياة، أنه إحنا مو كاملين ومو ممتازين يعني لآخر قطرة. لا، إحنا بشر، إحنا بشر نخطئ ونلخبط ومرة نضبط مرة ما نضبط. It's okay، هذا مقبول، هذا مقبول، هذه النسخة البشرية اللي إحنا نعيشها. فمهم إنه إحنا نطور جسدنا المشاعري عشان ما نتورط بفكرة تسيطر على أجسادنا الفكرية. كيف نحافظ على المشاعر المرتفعة في وسط فيه فوضى مشاعرية وناس مستنزفة للمشاعر؟ هل مغادرتهم صح؟ سبب طبعا كثير تكلمت عن هذا الموضوع، انه في مستوى معين من حياتك انت محتاج انك انت فعلا تنظف بيتك وتنظف اللي حولك، وشوية تحافظ كثير على بيئة كثير نقية، كثير نقية مبالغ فيها يعني. بعدين لما انت تقوي نفسك وتقوي شعورك وتقوي وعيك، ما انت محتاج انك تكون بهذا المبالغة في حماية نفسك من الناس السلبيين، لانه ما راح ينجذبون لك، ما راح يحبونك. احب اقول لك يعني ما راح يحبونك كلش، الناس السلبيين بيهجون منك، ما راح يحبونك، ما راح يتقبلونك، ما راح ينسجمون معك، ما يقدرون ينسجمون معك، يحسون انك كلك على بعضك غلط، ما ينسجمون معك، يهجون. اضافة الى انه اذا كان في شخص سلبي بينك وبين عقد روحي او في رسالة، لن تتضايق، لن تتضايق، راح تأدي رسالتك او تتقبل الرسالة بصدر رحب. ما راح تحس انه هذا الشخص السلبي او راح يسوي لي عاصفة وزوبعة ويخرب حياتي. ما حد يقدر يخرب حياتك، لكن لما نكون في بداية تطورنا عندنا ضعف في المشاعر، عندنا ضعف في الوعي، اي اقدر اقول اوكي ركز، انت محتاج انك تبعد عن كل الناس السلبيين، محتاج تركز على نفسك، محتاج. لكن بعد كذا لا، ما يحتاج انك تاخذ هذه الخطوات. فمهم انك تعرف انت وين في مستوى وعيك ومستوى مشاعرك. كيف نحافظ على المشاعر المرتفعة وسط فوضى مشاعرية وناس مستنزفة؟ خلها الآن جاوبنا على الموضوع الناس ولما تكون وسط المشاعر المستنزفة على قولتك، لكن مرات انت تكون في بيئة جدا ممتازة، كل شيء حولك إيجابي، كل شيء حولك رائع وممتاز، والناس إيجابيين ويغردون طول الوقت، والأجواء وردية والموسيقى في الخلفية، يعني كلش ممتاز، بس من جوا انت شعورك مو جيد، تحس انك يعني غاضب، خائف، تغلي، مقهور، متلخبط، ايا كان شعورك، تحس انه في شيء في الداخل. فبرضه ممكن انك تسأل تقول طيب انا كيف احافظ على مشاعري يعني جيدة مع سواء مع البيئة الغير جيدة أو سواء مع البيئة الجيدة، كيف أنا أحافظ على مشاعري أنها تكون جيدة، أنها تكون مرتفعة؟ الاستراتيجية اللي أنا أعتمدها وأعتبرها جيدة لأني أنا أستمر أني أحافظ على مشاعري جيدة، لأنه نرجع ونقول الجسد المشاعري حساس، يلتقط كل شيء طوال الوقت ويتفاعل مع كل شيء، يعني على طول ياخذ ويخزن ويدخل. لذلك مهم اننا نحن طوال الوقت نطور الجسد المشاعري. مع تطويرك جسدك المشاعري، ما يمكن للمشاعر السلبيه انها تسيطر، ما يمكن، لانها تكون ضعيفه، لانها تكون الجزء الضعيف من الجسد المشاعري.
يعني لما يكون جسدك المشاعري هالقد، هذا القد ها جسدك المشاعري، وفي هنا فقط هنا شوية مشاعر سلبية، متى يمديها تسيطر؟ متى يمديها تاخذ الجو؟ ما تقدر، ما تقدر. في يعني سيطرة كبيرة للجسد المشاعر الإيجابي. فمهم إحنا طوال الوقت إن إحنا نلتزم بتطوير أجسادنا المشاعري وبتطوير مشاعرنا الإيجابية، تطوير مشاعرنا الإيجابية. متى أعرف إني ذكية مشاعرياً؟ في اختبار موجود في الكورس على الجسد المشاعري المتطور، خلوني أفكر ممكن طلع جزء منه مجانا للجميع عشان تختبرون. لكن كيف أعرف أنه جسدي المشاعري، كيف أعرف أني ذكية مشاعريا؟ يمكن نقدر نقول أنه الأكثر دلالة، الأكثر دلالة عندنا أنه أنت تعيش بشعور جيد أغلب الوقت، أنه أنت تعيش بشعور جيد أغلب الوقت. ليش أحس أنه قصة حياتي وهمية؟ أشعر بهذا الشيء مؤخرا بشكل كبير. هو قصة حياتك ما فيها كلام وهمية، لكن هذا الوهم اللي احنا نعيشه اللي هو الحياة، هذا الوهم اللي احنا، هاي التجربة الأرضية الوهمية اللي احنا نعيشها وانت تحسين فيها، فيها مشاعر. يعني خليني اقول، تخيلي ان كل شيء حولك هو خدعة، وانك انت يعني اصلا انت قاعدة تحلمين او قاعدة في مكان ما وتشوفين كل القصة تجربة ارضية كشاشة قدامك. فخلينا نفترض هذه الفرضية انه هذا وهم، وانه انت انه احساسك صحيح، لكن شعورك حقيقي، شعورك حقيقي. لذلك مهم ان دائما نتذكر انه الجسد المشاعري هو الاهم. يعني حتى الان مثلا لما تحلمين حلم وتشعرين بالحلم بالخوف او التوتر او القلق او الغضب او لما تصحين من النوم تقول اوف الحمد لله انه هو ما هو حلم، بس انت خفتي او يمكن ما زلتي خائفة أو غضبتي وما زلتي غاضبة، أو حزنتي ويمكن طول اليوم تظلين حزينة. فالحلم كان وهم، لكن شعورك كان حقيقي، والشعور اللي مريتي فيه هو حقيقي. لذلك الجسد المشاعري هو الجسد القائد لهذه التجربة الأرضية، هو الأهم. إذا كان كل شيء وهم، فالجسد المشاعري هو حقيقة.